الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة المستمعون، سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع هذا الدرس هو أهمية الإيمان في حياتنا. اتقنت حسنا إذ خاصيتي قلت بزعباني إيمان أقداسنا أبهوتنا. الحديث عن الإيمان وأهميته في الحياة موضوع كبير وذو أهمية بالغة في حياة المسلم. زخبركم من زخبرك سمعتي بزعبا إيمان أقداسنا أبهوتنا فتزارب بتعمي عبي كداي مخانو منم زي سحتو حكيم. أنا ون بقدامنات بزعبا إيمان كزارب بقعد كم زي بلي يأمني أنت خونكن تقندي تحستو نايتي أرستي كدالو زبارات عني نقر نزاتك قايت زنبنيا نفسي بقدامنات كم عدن نخبرات أحواتيون كالزخاخرين كما قال سبحانه وتعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال تعالى فذكر إن نفعت الذكرى ربي سبحانه وتعالى يبل الزخاخر مزخخاركو نتم امنتي تقامي سلازي نفس وكفنا ببتا زحزنا يا عقم قرنا ننحد حدنا خنم عادن كن الزخاخر ازو خبرنا يرب قال يحبرنا مزخخار زعوتو قدي عبي مخانو سلازي فلوت ادمايو مبزحتهم شقاطون نقتن ستنيحهم بزي عرفتي اب تلفزيونين اب روديون بريكلامات وي ادفرتايز اندا قبرو اقفتهم كن ادقلهم زدفافونا نحنا خير كنت منتايز اكل قسقس نقبر نأحواتنا بخير كان الزخاخر بقار تحسطونا اذا خاسيت زتفال علي اسلام او متأحفتن كاسيتاتن بمنباب بمسمع زتدال ويو. فأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنا. وإذا سألنا أنفسنا كيف نجد حلاوة الإيمان وطعمه في حياتنا من أربعة نحات نخون كما يجرنا إنا ناي إيمان مقرد نستمع قرو ملسنا يزيح التزيد ما أبحديث ناي رسول صلى الله عليه وسلم رخبه. يقول صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبيا. رسول صلى الله عليه وسلم يبلو ناي إيمان مقرتي ركب اتي بأ الله قلتو مخالوفتي تس إلا بلو استقبلي نأسلمنا هيمانتو جيروز مرتي بمحمد ون بل اختنيا ناي ربي جيرو امنو زتقبل يبلو. ومن الوسائل التي تساعدنا الى التقرب الى الله والمحبه له هي كابتنا بربي كقرار بنا فتوته ابلبنا خمس حدر كحكزنا زخ المنقلتات اذن سبا قروات نطوتات كذكر فتو. اولا معرفه نعم الله علينا ومشاهدة بره وإحسانه علينا بأرب قدامنا الدرجة اترب العالمين قبل لنا زفس سوزلو نعمتات من ملك كم تزبها نزب مصقبر الكا ويقبر اللو وينقر اللو سلزخني نتوها من نعمتات زخوني قويتنا بلبنا خن أمر بتكبر دماء خن مؤززو إقبع. قال الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. رب سبحانه وتعالى يقول ناي ربي نعمتك كتكسروا أنت تفتنوا قصركم كتودعوا أيضا.
ትኽእሉን ይብለና ክንደይ ነገራት ረቢ ዝሃበና ምሳና ኩሉ ከም ቀሊል ጌርና ንሪኦ ካባና ምስራሕቆ እሞ እትናቱ እንታይ ነ እትናቱ ቀማ እትናቱ ደረጃ ይፍለጠና ጥዕና ንዕማ እዩ ኣብ ዓድኻ ብሰላም ክትነብር ንዕማ እዩ ካብ ሓደን ካብ ሓደን ካይ ትፅበኻ ረቢ ዓፍያ ሂብካ ባዕልኻ ንብስኻ ክትኣሊ ዓብዪ ንዕማ ናይ ረቢ እዩ ካልእ ይትረፍ ዝበላዕናዮ ዝሰተናዮ ብሰላም ኣትዩ ብዘይ ቃንዛ ብዘይ ገለ ቃልሲ ካባና ክወፅእ እውን ንዕማ ናይ ረቢ እዩ ሓደ ግዜ ንዝሓመመ ሰብ ክንርኢ ንሆስፒታል ምስከድና ብኣጋጣሚ ንሓደ ሓውና ኣብቲ ክፍሊ ናይ ኢመርጀንሲ ረኺብናዮ ታወጅሁ ቁርብ ብርህ ኢላ ዝተሓጎሰ ይመስል እንታ እገሌ ከመይ ደኣ ገይርካዩ ኢልና ምስ ሓተትናዮ ዋ ሽንቲ ምኻል ኣብኒ ብቐንዛ ሙሉእ መዓልቲ ክሳቂ ውዒለ ሕጂ ግን ኣልሓምድልላ ቅድሚዛ መምፃእኩም ቁርብ ነጥብታት ከይደናለይ ምስ በለና ኣነ ንነፍሰ ይበልኩ ያ ሱብሓነላህ ንሕና ደኣ ዓሰርተ ግዜ ኣብዝደለናዮ ሰዓት ናብ ሽቓቅ እንዳተመላለስና ነዚኣ ኸም ዓባይ ንዕማ ጌርና ኣይንቆፅራ ረቢ ዓፉ በለና ስለዚ ናይ ረቢ ንዕማታት ተመልኪትና ንኣላህ ንመስግኖ ትእዛዙ ብምክክታል ድማ ናብኡ ንቀራረብ እሞ ንሱ ድማ ብዝያዳ ንዕማታቱ ኸፍስሰልና እዩ ለኢን ሸከርቱሙኒ ለኣዚደነኩም እንተ ደኣ መስጊንኩምኒ ኣነ ድማ ይብል ረቢ ስብሓን ወተዓላ ክውስኸኩም እየ ثانياً معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته كلا أيضا ما حدي خبتينا بربي كقرار بالناس خئل من قدتات نا الله أسماتات مقلصتات بزقبع كنفلت أخضر الدعو يقبع نسو نشكر ردعي الرحمن زخوني نلماني أسمعي السميع زخوني نزحم مزحوي الشافي هوة متنزعدل المحي والمميت نزت أميز عنقل الرزاء بحطيرو اتقل أب قرآن حديث استتقسي أسماتات مقلت إتاتنا يربي مفلاتو إيماننا أنا بربي كب أبلو تعمنا إيمان كم ركب كقبرلنا يخطر وبالله التوفيق كل جزي زلنق نجرات كنري إخلنا ناير بالعالمين كألة فلتة كابقون العلي مخانو بمذكار نإيماننا صنعات كهبو إخل حدا جزي أصحابا أبقى زوا مالت عود أوق توافيرون كلو هانتي وداز أفاء لعلن تحت أندا تقعيد كدليو رأيوا دحر خندي مدلاي نودا بمعدو مسرع ايوتو كم زعف بريرا كلتا اداوها زرقيحا امريرا خد سعمو خد حقفو اتوم اصحابا مسترع ايو بتنايتا سبيتي شفقا بتعمي تكرم رسول صلى الله عليه وسلم بلوم بزينا اذا سبيتي شفقا رحمات اجب لهم رب العالمين اكوا ካብዛ ናይዛ ሰበይቲ ንላዕሊ ገይሩ ይሽፍቕ ንሓደ ባሪኡ ተባ ኢሉ ናብኡ ክምለስ ከሎ በሉ ስብሓንላህ እሞ ረቢስ ነቲ ናብኡ ተባ ኢሉ ተመለሰ ክንዲዚ ዝኣክል ዝሽፍቐሉ ካብ ኮነ እሞ ነቲ ናቱ መስመር ሒዙ ዒባዳን ዝክርን ዘዘውትርን ዘብዝሕን ብዝያዳ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ምፍላጥ ናብ ረቢ ብዝያዳ ከቀራርበና ይኽእል ግን ረቢ ረሒም ይውልካ ከም ድሌትካ ምዕባድን ትእዛዙ ሸለል ማለት ኣብ ፅቡቕ ነገር ከውድቐና ኣይክእል ረቢ ዘሕውን ዘምውትን ምዃኑ ንኣምን ግን ከመይ ገሪኡ ህይወት ዝዘርእ ክንርድኦ ካብ ዓቕምና ንላዕሊ سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام نربي كميكي وهوث كمززر حتته يقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة
وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى إبراهيم عليه السلام بلو أنت أقويتي كم يجير كأخان موت يوتزر ألو أرئيني بلو قال أولم تؤمن ربي بلوم سيدنا إبراهيم أي أمن كان لخا قال بلى ولكن ليطمئن قلبي هو أمين أنت خنق إت عجيب زخنه سرح كاري قلبي بإيمانك أخذ سأنا بلو ربي سبحانه وتعالى لما أززهم قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم ربي بلوم لسيدنا إبراهيم أربعة هجر روح اسكا حردا اتي أكلات النبن اشتي قرار اسكا أبزت فلالي قبطات اتي أكلات فح أبلك أغمطو دحرزي بكبارك نعني الكات أو عين مو كل اندا ويار مسخي فلات ربي حيال ما نمزي سنفو كإلان فلاتن نخل لجر أفتزقب أبوتا أصفرو زسرح قويتا مخاب سلزي كبرات سمعتي نبتي فلات كإلا ما نمنجر نمقبر زي تسقمو زي تسقمو مكررام نعو مؤمن يبلتنا ربي سبحانه وتعالى رحيم زخنا قويتا كل خيلا زخنا قويتا نبقو أمنا نبقو خنك أرار عبادة بمكبارا تأزازو بمكتال المعج سيدنا أبو بكر حدق زي مسحمه كبس حمزمة أسبلهم أنت أبو بكر حكيم دوري كانيرو سيدنا أبو بكر بلو وير إني أما تايد آبل كابل بلو إلني إني فعال لما أريد أنا نزدل خوخ قبر زخئل يا إلني بلو مالتهم نربي سبحانه وتعالى تملكتو كمي إتي إيمانهم أبربي صنوب من بعض نقزي بالإيمان أكل زقاتهم كنتات نربي سبحانه وتعالى كؤلتون ناي ربي رحمن أقلبهم سحدري والله سبحانه وتعالى هو المجيب للدعوات المفرج للكربات الله سبحانه وتعالى لما ناي تسوعتي ملاسي نتسببان شجرات كنتتو فرجان رهوان ألباسي يقول تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء مانديوس ايتي سقوم شكرا شكرا يا رب إلو خحاتو خلو سببو أخنتي توزهو اللو الله دي آيكونا الله مبال اسكن ملكت سيدنا يونس عليه السلام بسلستنا السلام قل باب تخويلهم تشفينهم شكرا مسجاتهم يا الله إلهم ربهم مسؤولو كمي نبري إتناتهم كونتاتهم يقول تعالى وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه نبي الله يونس عليه السلام نزبهم بزح عمتك دعوة قيرهم لهم اسمع سلزة أبيهم قديفهم مهز إلهم بمركب داخلو سلسة جزي عجام سود قطم طوم توعس في مركب نتا مركب نمدحان كبلو ننبي الله يونس نبتي بحري أدحلو عبي عسى بحري مسيود ما وحده
تاريخ ناي سيدنا يونس كن بزي أي تودأ ربي سبحانه وتعالى نتعسى تزاز أم حلال فلو نتعسى وكو نتعسى ربي سبحانه وتعالى إن الله على كل شيء قدير أكلوا خين خاكا عتمو خي سبركا بصبق صبق جركا أكبدخا أقمتو إلو تزاز أم حلال فلو نبي الله يونس بسلام ليتن بسلام بحر بسلام كبد عسان تشفينهم نتي سببا مرحوي ما نم نجر كابو زي كول نجر نخلو رأي زخل قويتا صاوة لتكبر فنادى في الظلمات فنادى في الظلمات ألا فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين باتي سلستي قل باك سلام تشفنهم نربهم تصوعوا قويتا زبهان اللن بزيكا خا نسوه كابد لتزخون كا أني بيجي جاي مستم بدل نياتات كوين مو محرني برو ناي ربي سبحان وتعالى ملسخة انتاي لبره فاستجبنا له ونجيناه من الغم لما نقو تقبلنا كابتيز نبرو سببان شنكة أدحنا يو نمنتاي وكذلك ننجي المؤمنين كم زجرنا هنا دماء نتم أمنتي مؤمنين كاب سببا ندحنهم يبر رب سبحانه أحبتي في الله إذا تحقق الإيمان في قلوبنا وفي سلوك أحياتنا فإننا حينئذ نكون أهلا بأن نقطف ثماره ونتذوق به في حياتنا بعد أن تدعى كم تزكب بأجرنا ناي إيمان زدن لينا قرات أمالينا أب قلبنا أب علتاوي من بابرنا بتكبار أو علنا يو بدحرزي إن شاء الله بقعات مخون ناي إيمان فرتات مخصب كنحفس كنرئ نخئل كل إيمان زلت أو فرتات من زرزير كازود أيكن أنت قنقن ما أنتي إت إيمان زفريو مخصب تردنا إيمان مركاب كنك أداد ملو إذن زسعبا قربات نتبتات كتك زدسي بلني أولا الإيمان يؤهل صاحبه لنيل الهدية من الله وإخراجه من ظلمات الكفر والجهل إلى نور التوحيد والإيمان كدامي إيمان زحزل سب ناي ربي حجز مرحنة رغبو كاب جبز بلد سلام ناي كحدة دنكرنا وثئو نبتي برهان ناي إيمان فلتة من قدي كم زأتو يقبرو يقول الله جل وعلا الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ربي سبحانه وتعالى يبل الله ردائي حق زينيتم آمنتيو نتم آمنتي كابتيس المتات
ناي كحدات تفعت من قدي أو تئو نبتي من قدي برهان ناي حق إنكن أنن يأتوم توم زخحدوغن ناتا توم رداتن حقستن تأوتيوم مالت نربي قدفكا توم لخون تؤززون زخون كم شيطان سمعت نفسن زأمساسون زوم تقوتات زيوم نتوم سعبتم كاب من قدي برهان أو تيوم نبتي من قدي خحدة ترت أران يأتوهم زيوم ست ألمات زيوم كا أبحوي جهنم نبرتي يخن اسكي حبيرنان ملكت أبزي آيات ناي قرآن ربي سبحانه وتعالى نإيمان ببرهان بنور مسيلوه نغهدات نتفعت نجن دماء بسلام بسلو اسكي ربي يرئيهم ببرهان سلام برهان سلام يما عراردو فلتت دون كورنان كي حددو اي حدن سلازي ايمان كهدات دماء حدك خون جراس اي كلين ثانيا انشراح الصدر وطمأنينة القلب كلا أي تقمن أي إيمان إيمان تقلبي مسع سلا تقلبي تسفح ركعة كسنة كآي ملع لأن النفس رضيت بأن لها ربا واحدا تعبده وترجو ثوابه وتخاف عقابه مغنياتوس إتقل بدس دبلان الله حرب تأجرات قبلا على ما أنتي مخانو أبزد ميا فلتا بنتنا نرقو تجزو سما سرحا قلب خبو اندادليت مقطعتو خيط كفان نرقو ترح تفر نرقو الله كتذكرو غلا إتقل بي رقعة قسانة ترك سلزد ما يوم رسول صلى الله عليه وسلم قدات ناي الدنيا خصن كرام كله نربي نمذكرنا بصلاة زقوية وزنبرو أريحنا بها يا بلال مالتهم صلاة أبزي زلنا يو وانزي حد خبت زعابي حمام أب علم كوينو زلو نفسي قصانت زي مركبن جنكات قلولا ونزملو هوت محلاف والدساب نزقونتات نمفواس زتفالة لي عينتات مدهان عينتات مدهان تات يتكب جن كل زي أفاوس زي نجزيون أعمروت أبيرو جزياو تقمت راح كم تزي كويلو نتغندي نايت إنك مخنيات كفتحو جراس عيك إليو تناي بحكي نيت إنك كلولا وزملو هوات كفوس زدلي سيب ناي إيمان كلنا وحدو ناي ربي ذكري يزوتر نزيز ملكة دماء ربنا سبحانه وتعالى يقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله على بذكر الله تطمئن القلوب ربي سبحانه وتعالى يذل اتيوم بالله زامنوا قلبهم ترقاقا تقسن نا الله بمذكر نقحلكم سمعوا نا الله بمذكر اتا قلبي رقاة تركب يبهال حدي أب أمريكا ناي حنتي كامباني قندي حلف خينو تسرح سنبري أب تحتيو خينو حدا مسلم يسرح نبري حجي كل جزي إذا حلف زي نزي مسلم تبايو كي تقياري كل جزي بتقهتن بفققتان كسرح تعزبو حدا معالتي تحلفي نزودي سوي عبلو أناس بزو خونتات كاب تعميو زقر كم تتفولتو عني كابخان العلي قنزب قبر قن عني كل جزي ناي نفسي رقعات كسانة يبلي مبزحت وهوتي بچنكتي زحلفو نسخا قن كم حاد اتراس الرحت نعمت ان نيشتي قنزب لا تقبلك قن نسخا كل جزي بهوتك حقوس عقوب تمسل
اسك كافلني انتايو تمستركا الو حدو المسلم بلو انا بحد الله زامن ابزا الدنيا بتربي ذهبني عقمي اندا تعركو صبوق ترقبكو الحمد لله لي مسكنو حما عم تقات مني دما نعو اندا لمنكو بتعقستي شقري كفتح لي إلمنو تحالفي بلو بجها إليك محسنك أنا جعل فوز الله هو تنبرا أيكون بجها نبتي إمنتك كما يقرى غمزة أتو مرحني إلو نب إسلمنا أتوي. ثالثا فالإيمان يشعر المسلم الثقة بالله والكفاية به والاعتماد عليه وحده والاعتصام به في كل شيء ينوب الإنسان في حياته. سالسا يتقمي إيمان حد أماني بأ الله.